الحمد لله سامع الدعاء وكاشف الضراء ودافع البلاء وباسط الرجاء سابغ الآلاء وواسع العطاء ورب الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نسأله الصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء في السراء والضراء يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل الله في كل خطب حسبنا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل من ذا نلوذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخير الأتقياء وسيد الأصفياء فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله قال الله تعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يا عباد الله إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحنا وبلايا آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع فكم في الدنيا من عين باكية وكم في الدنيا من قلب حزين كم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل هذا يشكو علة وسقما وذاك حاجة وفقرا وآخر هما وقلقا هذا عزيز قد ذل وهذا غني قد افتقر وهذا صحيح قد مرض وهذا يتبرم ويشكو ويئن تلك هي الدنيا تلك هي الحياة الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت شدة ورخاء وسراء وضراء وصدق الله العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور أيها الإخوة السؤال الذي يجب أن نتعرف على إجابته هو أن هؤلاء المبتلين والمحتاجين والمعدومين إلى من يشتكون إلى من يتضرعون وبمن يلوذون ويحتمون أعلى بشر مثلهم يترددون وللعبيد من أمثالهم يتملقون
وللفقراء والضعفاء أمثالهم يسألون، وربما على السحرة والكهنة يتهافتون. من الذي يسمع شكاوى المستضعفين وزفرات المساكين وصرخات المنكوبين وآهات المتوجعين وأنات المظلومين وانكسار المكروبين؟ أليس إلى الله وحده المشتكى؟ فأين الإيمان بالله؟ وأين التوكل على الله؟ وأين الثقة واليقين بالله؟ يا أصحاب الحاجات، يا أيها المرضى، أيها المدينون، أيها المكروب والمظلوم، أيها المعسر والمهموم، أيها الفقير والمحروم، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا؟ وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. فلماذا لا نرفع أكف الضراعة إلى الله وهو القائل: فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا يا عباد الله ضعفت الصلة بالله وقل الاعتماد على الله وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ أيها المؤمنون، ألم نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون؟ أين نحن من الشكوى لله؟ وأين نحن من الإلحاح والتضرع لله؟ والله لا شفاء إلا بيد الله، ولا كاشف للبلوى إلا الله، ولا توفيق ولا فلاح إلا من الله. يا عباد الله، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري بما فعل الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فاتقوا الله يا عباد الله، والجأوا إلى الله، وارفعوا إليه أكف الضراعة، وادعوه بصدق وإخلاص. نادوا الكريم، فهو الذي يملك حوائج السائلين، وهو الذي يعلم ضمائر الصامتين، وهو الذي يجيب دعاء المضطرين، وهو أرحم الراحمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين،
سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين، وأظهرت بدائعه لواظر المتأملين. نصب الجبال فأرساها، نصب الجبال فأرساها، وأرسل الرياح فأجراها، ورفع السماء فأعلاها، وبسط الأرض فدحاها. الملائكة من خشيته مشفقون، والرسل من هيبته خائفون، والجبابرة لعظمته خاشعون. له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السميع لكل شكوى، العليم بكل بلوى. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في رحمته، ولا حياء إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب إلا في الإخلاص له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، القائل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الدعاء شأنه عظيم، ومكانته سامية، ومنزلته عالية. يجد المرء لروحه غذاء، ولنفسه دواء. الدعاء عبادة من أجل العبادات، وأعظم الطاعات، وأنفع القربات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يا عباد الله، الدعاء استغاثة عاجز ضعيف بقوي قادر. الدعاء استغاثة عبد ملهوف برب رؤوف. الدعاء استعانة عبد فقير بالله الغني الحميد. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. يا عباد الله، أيها الإخوة الأحباب، وبدين وحي كامل الدعاء. الدعاء وموضوع يا آدم مهيم. الله برق إله سبحانه وتعالى إله إلا بريو، وقف كاتوك إله كحر نادو، وخالقي سوح ويديستو، وحوائجتي سوو برق إله سبحانه وتعالى. وحسقار الدعاء إله سبحانه وتعالى آياتك دعاء كهضلي، وحيكو بحجر على آياتك الصونك يا صيامك كهضلي. حكمة وين باك جرتا آياته الصونك كهضلي، يعني كو بحجر على آيات الدعاء كهضلي. محايا لبشة رمضان وحيكم تاعي يقفك مركو صومي هاي أما وفر أيو وقت يدا ودو إن إجابته والله كل ما وإله سبحانه وتعالى والدعاء كافر. الدعاء إلهي وحليه يدعوني أستجب لكم إبريا ويويديس توالد كافر يدعوني أستجب لكم. رسولكم وحليه صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، هذه روح ويديسني إلهي ويديس. وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه أتقرقار سنة سعيد وتقول ما هي قرقار دون سنة إلهي سبحانه وتعالى قرقار ويديس. الدعاء هو حادي أدوين وإلهي سبحانه وتعالى دومي سعيد وتعالي هاي وافجيه إن يباهد وظلنا إلهي وبرنقاء وإلهي ويديستان. تذكر قار كودنا الدعاء غفلة بك بجرة، يعني مرمر يا بفي يا مرد بعتوين وكل عبوها يستعين إلهي قعمال لو تاب وإلهي إلا ويديست قول والبقف كوينو إلهي بريو إلهي ويديستوي وحاوقو ويني وحاوقيا وحيد دعادو الشاقة يصاح إنو قفقا دوية أو باهية
وباهي بدليه إلى هين وغنيه إلى هين وغنيه أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي سبحانه وتعالى سؤال بكذا القرآن يا أقبل قف قد باطي سنت عذا يا كأقبل يا دبات فيدا بإلهي إله نهين باتك إله مع الله بإله كلاجرة ودعاء أقبل أطول لماذا قفك أيك تصيصة إلهي سبحانه وتعالى سلا قرآك وكب يامي وكو عدي إلهي وحي لي بريا والذي كأقبليا رسولكم وحي لي صلوات الله والسلام عليه اللي قولي إنو إن ربكم حي كريم ربكين وإله شوط بضر وديقسي يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه وحكاح شوط أتون كيسو إنو قعما كرقاب فيردهما صفرا ويضو مران إلهي سعيد قفك يعني أداب تدعى لي مادة ويقهر إسا حلال ميرشاد ويقهر إسا قفك إنو سوي سيستو ولمرك عدو تكدو ويساقب مارسا كجرتو أي كم تهي قفك إنو مركوهر إلهي سبحانه وتعالى وأمانه وإلهي بهديه وإلهي كحمديه ورسولك صلوات الله وسلامه عليه كصل ليه آداب بإلهي قفك يعني ما إله وحيسيون إنو إله وحوي آداب تدي قفك مركو راعه وحوي إلهي سبحانه وتعالى دعالي سوقا قبل من الوصول تدجيه وغري الوصيه يهدي دي بالوغر ليه يهدي باتصو صعطي بلايك وصو صعطي إلهي سبحانه وتعالى في بجو جيما قفك مؤمن كي وإن إلهي بريه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة صغوا يقيسا أو إلهي نكاق بلي خبا قف وين إلهي ويدس وأنا سرنا أراد إلهي وحويدس ترى إلهي وحكام أقبلي قف وين أقول صغوا إلهي سبحانه وتعالى كبري نكاق بلو ورجينا يا أمورين كجرت وضمع كجرو أو يقيسا وين إلهي سبحانه وتعالى ويدس مركا بارك الله فيكم ما دام بشي رمضان اين كجرو دعاد هو مهم قفك صايم كا قال عن مركو افريو يوم مالمها كجر بركيسان تبكي وتنبيه يا حبي الندو دبا ان مارسا قفك عبادة يستخ وإلهنا سبحانه وتعالى لبريو دانيه سقفك ويديسي يباهيس سيقودنا مسلمين تورن إلهي سبحانه وتعالى يحالكو بإصلاحيو وقوة نباطي سنة إلهي نباطي كقادو وقفك ودعيه فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله سبحانه أمركم بالصلاة على النبي المختار وقال جل من قائل عليم في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.